أحسن الله إليكم. نأخذ أبو فاضل من عسير، تفضل. فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله إلى كل خير، السلام عليكم. عليكم السلام. عندي 4 أسئلة. عليكم السؤال السلام. الأول، نعم، ما حكم رفع الصلوات والقراءة والخطب والمحاضرات عن طريق مكبرات الصوت الخارجية للمسجد؟ رفع الصلوات عبر مكبر الصوت الشيخ صالح. رفع الصلوات وقراءة القراءة في الصلاة عبر مكبر الصوت، هذا بقدر الحاجة، بقدر ما يسمع الحاضرين في المسجد، ولا يخرج خارج المسجد ويشوش على البيوت ويشوش على المساجد القريبة منه، لأن هذا زيادة وفيه أذى. لكن يقصر صوت المكبر على الحاضرين بقدر الحاجة. نعم.